جزاكم الله خيرا. يقول: دخلت المسجد بعد أذان الصبح قبل الإقامة، فأتيت بركعتين تحية للمسجد وأتيت بركعتين سنة للصبح، فقال لي أحد الإخوان بجانبي: إنما يجب علي هو سنة الصبح، أرجو في هذا الإفادة جزاكم الله خيرا. نعم. دخلت المسجد بعد أذان الصبح قبل الإقامة، فأتيت بركعتين تحية المسجد وأتيت بركعتين سنة الصبح، فقال لي أحد الإخوان بجانبي: إنما يجب علي هو سنة الصبح، أرجو الإفادة. نعم، تأتي بسنة الصبح يعني راتبة الفجر وتكفي عن تحية المسجد. طيب. تأتي بالراتبة وتكفيك عن تحية المسجد. نعم. جزاكم الله خيرا. ومن فعل ذلك يكون آثما شخص هذا؟ لا يكون آثما إن شاء الله، لكن الأولى أن يقتصر على راتبة الفجر، لأن بعد طلوع الفجر يدخل وقت النهي، ولا يستثنى إلا راتبة الفجر، إلا على رأي من يرى أن تحية المسجد من ذوات الأسباب. نعم. إنها تفعل بعد طلوع الفجر، لكن تغني عنها راتبة الفجر. نعم. بارك الله فيكم. كان الشيخ صالح ينصح الإنسان بأن يصلي راتبة الفجر في المنزل، وحينئذ يصلي تحية المسجد بعد دخوله إلى المسجد. هذا على رأي من يرى أن تحية المسجد من ذوات الأسباب. طيب. أما على رأي من يرى أنها تدخل في النهي، نعم، فلا يصلي. إذا دخل المسجد يجلس، دخل المسجد وقد صلى الراتبة في بيته فإنه يجلس، لعموم قوله لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت. نعم. طيب. عدا راتبة الفجر وقد أداها في البيت. طيب. نعم. طيب.